بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سينزل عند حسن ظن الشعب الأمريكي برمته وسيحول دون تشتت الشعب. وكان جو بايدن قد عمل بمنصب نائب الرئيس حتى عام 2017. هنأ رئيس الوزراء عمران خان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن معربا عن عمله في حفل العلاقات الصناعية بين البلدين إلى مستقبل أفضل، وقال أنه ينتظر مقابلة الرئيس جو بايدن في المؤتمر العالمي حول الديمقراطية. وجه الرئيس عارف علوي التحية إلى الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا حيرز على نجاحهما في الانتخابات الأمريكية، وأكد مواصلة العلاقات الصادقة العريقة بين البلدين، وكان أنه ينتظر الجهود الأمريكية للسلام في أفغانستان ومنطقة. صرح وزير الإعلام السيناتور شبلي فراس أن تحتاج إلى ميثاق جديد كل يوم لا مستقبل لها، لأنها لا تعرف مسيرها كالذي يرمي السهام في الظلام، ودافع عن اعتماد ميثاق تم في السلطة لن ينجح أبدا. قال وزير الصناعات والإنتاج حماد أزهر في تغريدته أن المخازن الحكومية تقوم ببيع السكر بأسعار مخفضة، وتم إرسال السكر المستورد إلى كافة المقاطعات في إقليم البنجاب. صرح وزير العدل والشؤون كشمير وجلجت بلتستان علي أمين غندابور أن الذين يواجهون النقد إلى حياة الدول لا يعملون لصالح الشعب، ودافع أن رئيس الوزراء قد صمم على استرداد أموال الدول، وأن رئيس الوزراء يشعر بالأمن المواطنين. عقد في تربيلا حفل افتتاح الدورة الخامسة للقوات الخاصة الباكستانية الروسية، عزف فيه السلامان الجمهوريان كلا البلدين، وشارك في السفير الروسي دانيلا غينج وكبار المسؤولين العسكريين من كل البلدين. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.